عوده من جديد لحلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. اهلا بيكم مره ثانيه. طبعا في الفقره دي هنتكلم مع حضراتكم عن الرياضه. الحقيقه في الفتره الاخيره اتحققت فيها انجازات كتير. هنكلمكم عن منتخب مصر للكاراتيه اللي ليه نجاحات يعني كتيره الفتره الاخيره، ولا سيما طبعا بطوله كاس العالم للكاراتيه التقليدي اللي اقيمت في الفتره الاخيره في اوزبكستان، واللي حققنا فيها 30 ميداليه في كل المراحل العمريه المختلفه. هنتكلم مع حضراتكم عن كل هذه التفاصيل، واكيد مع ضيوفنا اللي منورنا دكتور محمد فوزي المدير الفني لمنتخب مصر للكاراتيه التقليدي، وكمان منورنا معاذ وليد عوض لاعب منتخب مصر وبطل العالم في الكاراتيه، هو بالمناسبه اول افريقيا وثالث العالم كمان. صباح الفل عليك، منورين الدنيا. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. صباح الهنا وانجازات حلوه وابطال احلى بجد والله عليك. يعني سعداء بيهم جدا، لان السنوات الماضيه يقول مثلا انت عندك كام سنه الاول يا معاذ؟ 15. شوف بقى انت من 15 سنه ما كانش عندنا ابطال زيك في السن الصغير ده ومحققين انجازات ورانكينجز كبيره كده، ففي تطوير كبير حاصل يا دكتور طبعا. وفي حاجة مفرحة جدا بصراحة. خلينا نبدأ من هنا، بس هسأل حضرتك، هبدأ معاك دكتور محمد، أنواع الكاراتيه يعني دلوقتي احنا بنتكلم عن الكاراتيه التقليدي، خلينا نتكلم عن الأنواع في البداية. هو احنا عندنا الكاراتيه هو مدرسة واحدة، ولكن احنا عندنا في العالم في اتحاد يمارس الكاراتيه التقليدي واتحاد للكاراتيه الرياضي. الأساس هو الكاراتيه التقليدي لأن هو ده من مدة كبيرة وسموه تقليدي. طبعا احنا دايما بنقول العادات والتقاليد هي الاساس، فهو الاساسي عشان كده سموه بهذا الاسم تراديشنال كاراتي. مؤسسه هو سينسي نيشان، وفي مصر تم انشاء هذا الاتحاد سنه 2011 على قد مؤسسه سينسي ابراهيم المرحوم رحمه الله عليه، وحاليا هو رئيس اتحاد الاستاذ رامي المكاوي، هو رئيس الاتحاد المصري والافريقي وعضو مجلس اداره الاتحاد الدولي. فبناء على النوعين بيختلف بس في القانون. اوكي. زي كره القدم وكره اليد، كلاهما كره ولكن اختلف في القانون. تمام. طيب معاذ، بسم الله ما شاء الله عليك، يعني عشان السن الصغيره دي تحقق الانجازات المحترمه دي كلها اكيد وراك قصه، عايزينك تلخص لنا القصه دي من اول يوم لعبت فيه الرياضه دي او مارست فيه الرياضه دي. انا كنت اول مره يعني بدات كاراتيه، كنت لسه الرياضه كانت جديده عليا، ما كنتش انا يعني اتقنها كويس او كده، فكنت لما اجي ادخل بطولات او كده ما يعني ما كنتش بشارك فيها او ما كنتش بحقق يعني درجات كويسه. فيعني كان في اختلاف في مدربين، ف يعني كان في خلل في التمرين فما كنتش بعرف اتمرن افضل حاجه. اوكي. فلما جيت اتنقلت عند استاذ محمد فوزي فانا كنت يعني استاذ محمد فوزي ده يعني اتقني في التمرين وبقيت حاجه كويسه يعني، وبقيت العب في البطولات وبقيت احقق وبجيب بالجمهوريه وبجيب اول كاس ما شاء الله. انت ابتديت اصلا الرياضه دي وعندك كام سنه؟ انا 4 سنين. حلو، يعني ده السن الصح تقريبا. 4 سنوات بيبقى بيفضل ده السن البدايه الجيده للاولاد يعني. وفي حد اقصى اللي هيبتدي يمارس الرياضه دي؟ احنا عندنا في الكاراتيه التقليدي بالذات ممنوع، يعني ما فيش حاجه اسمها حد اقصى. ممكن واحد 30 يبدا؟ لا، ممكن حد 70. الله، انا بتكلم جد. في امل. عندنا نماذج حقيقيه على الارض بدات من سن 70 سنه. اقصد السن دي يقدروا يبتدوا فيه البدايه 4 سنوات كبدايه، لكن في الممارسه بتوصل ل 70 سنه. 70 سنه لا، ممكن حد يبدا بسن كبير، ده كريم كان قصده. أيوة. يعني يبدا من 70 سنه. الستارت ده في امل عندك؟ ده حقيقه يعني انا عندي فرصه. يعني بس حضرتك من 70 حضرتك نقول مثلا 30 او حاجه. لا لا 30 يعني ما فيش فعلا حد. لا ما فيش حد اصلا. حلوه دي. الهدف من ممارسه الكاراتيه التقليدي هو تنميه الجوانب الانسانيه بالكامل، مش بس ممارسه رياضه. هي رياضه فلسفيه، فيها فلسفه كبيره شويه لانها تخضع لرياضه البودو. رياضات البودو في اليابان هي رياضات معروفه زي الجودو والايكيدو، فدي ليها اسس علميه وليها اسس في الممارسه. حلو جدا دكتور محمد، لما معاذ كان بيتكلم هو اداك كريدت شويه او يعني لمح ان حضرتك كنت سبب من اسباب ان هو تالق او تفوق او تطور في اللعب، فسؤالي هيكون ده تحديدا، هو ايه الاسباب اللي ممكن فعلا المدربين او المختصين يشتغلوا عليها عند الاطفال او الناشئين علشان تصنع بطل بعد كده في الرياضه دي؟ تمام. هو في مبدا في التربيه الرياضيه اسمه مبدا الانتقاء. الانتقاء هو انت ازاي تقدر تعمل تقييم للاعب وتعرف امكانياته حتى لو هو مش موهوب او هو موهوب او لا. من السن كمان الصغير بيبان حضرتك من اول ما اللاعب يبدا يخش شويه في اللعب ويشارك بيبدا يبان بقى، فهنا دي عين المدرب. هو الكابتن معاذ كان بطل وكل حاجه، بس جالي هو كبير شويه، كان عنده 8 سنوات. بدا ان انا اغير له برنامج التدريب واسلوب التدريب،
هو واخته كمان، واخته بطله عالم في نفس البطوله بالمناسبه. اه اخته ثاني عالم في نفس البطوله ما شاء الله. اه والسنه اللي فاتت كان جايبه ثالث عالم برضو، فهو اول سنه يشارك مع المنتخب المصري. وحتى انا لما حبينا ان حد يشارك من المنتخب جبنا اصغر لاعب في المنتخب. ده احنا كده لازم نعرف عنده 14 سنه بالظبط، لازم نعرف دور ال وجاي بيكبر نفسه يعني عشان يبقى عيله فيها يعني او اسره فيها طفلين ابطال عالم في رياضه مش سهله زي الكاراتيه. بيعملوا معاكم ايه وانتوا انت واختك يعني يومكم عامل ازاي يا معاذ؟ بتدرسوا كام ساعه وبتتمرنوا كام ساعه وكم مره في الاسبوع؟ يعني احكي لنا كده حياتك باختصار عامله ازاي. احنا عندنا اول حاجه الدراسه، بنحاول نقسم بينها، يعني نخلي الدراسه مثلا تكون لها مده والتمرين يبقى ليه مده. فمثلا النهار كله مثلا بنقعد نقسم، مثلا النهار نذاكر فيه، امتى بيبقى وقت المذاكره، امتى ناكل فيه، امتى نفطر وكده اهو. بس بيبقى في اخر اليوم بيبقى عندنا بتعرف توزن ما بين المذاكره والواجبات اللي عليك والامتحانات والتمرينات؟ بنعرف نوزن، يعني بيبقى لما بنيجي نوزن بنحاول نفرق الوقت، لان انا يعني ما افضلش مركز كله في رياضه واحده، مركز كله في الكاراتيه واهمل الدراسه، او مركز كله في الدراسه واهمل الكاراتيه. فانا بحاول اعمل توازن بالاثنين والحمد لله. برافو عليك، واضح انه ناجح في ده فعلا. هو ما شاء الله متفوقين في مدرسته ما شاء الله، واخته كمان طالعه من اوائل في الاعداديه على مستوى الجمهوريه. فما شاء الله يعني هو الكاراتيه التقليدي بيساعد على من اهدافه انه بيساعد في التقدم الدراسي. وده دي يعني احصائيه اتعملت في البرازيل، ان هم كانوا شافوا اولاد متاخرين دراسيا واجتماعيا، فبعد ما مارسوا الكاراتيه التقليدي بسنه عملوا لهم تقييم تاني، لقوا الاولاد دلوقتي خرجوا للمجتمع، بقوا نافعين لمجتمعهم، بقوا طوروا حوالين المدرسه. اشمعنى غريبه، اشمعنى الرياضه دي تحديدا؟ لان هي رياضه تربويه. في الكاراتيه التقليدي عندنا في بدايه ونهايه كل تدريب حاجه اسمها الدوجو كون، خمس وصايا: ابحث عن تهذيب الخلق، كن وفيا، كن مجتهدا، احترم الاخرين، تملك نفسك عند الغضب. هذه الوصايا كل اللاعبين في بدايه ونهايه التدريب بيقوموا ان هم بيشغلوها، بيقولوها في بدايه ونهايه كل تدريب. اي تملك نفسك عند الغضب دي من الامور اللي بتلفت النظر دايما في ابطال الرياضات القتاليه والرياضات العنيفه، تلاقي عندهم قوه جباره وبسم الله ما شاء الله ثبات انفعالي، واكثر ناس عندهم صبر في الدنيا. طبعا لازم يكون في احترام للاخر. وحضرتك انا عندي قدرات ومهارات الخصم اللي قدامي او الانسان اللي قدامي ايا كان هي مش عنده، فانا اقدر ادافع عن نفسي، لكن وقت اللزوم لو خلاص بقى الموضوع هيتعرض لحياتي ادافع عن نفسي. هو ده الهدف من ممارسه الرياضه، ان انا دافع عن نفسي مش ازاي الاخرين. دايما الكاراتيه التقليدي بيبدا بالدفاع مش بالهجوم. هو الفكره كمان ان هم بيبقوا عارفين ان هم يقدروا يعني لو دافعوا عن نفسهم او يعني ما مسكوش اعصابهم يقدروا ياذوا اللي قدامهم، يعني لان هم بيكونوا بطبيعه الحال اقوى طبعا. فعشان كده لازم يكون في فعلا سيطره على النفس. لاعب زي معاذ او لعيبه المنتخب عندنا بياخدوا برامج تدريبيه يوميه من 6 ل 8 ساعات تدريبيه يوميه. Yeah. طبعا اخر برنامج احنا قبل استعداد لبطوله كاس العالم لاوزبكستان كان عندنا اسبوع او 10 ايام معسكر مغلق في مرسى مطروح اتقفل عليهم. كانوا بيتمرنوا من 6 صباحا ل 10 مساء. هو موجود طبعا يقول ده حصل معاه ولا ما حصلش. لا احكي لنا. فعلا. بس قبل ما نروح للشق ده، انا برضو استكمالا لسؤال كريم، عايزه اعرف اكتر عن باباك ومامتك، يعني اسرتك الصغيره. انت عندك اخت واحده، باباك مامتك، هل حد منهم كان رياضي برضو؟ يعني خلينا نعرف. احنا لا، انا ولا مامتي ولا بابايا كانوا رياضيين، بس هم كانوا حابين فكره ان انا ابقى رياضي وابدا يعني من بدري، عشان كده خلوني العب كاراتيه من صغري عشان لما اكبر اكون بطل زي دلوقتي. حلو ان هم الاثنين اجتمعوا على ان اولادهم يبقوا طبعاً رياضيين طبعاً وكمان طبعاً وصلوكوا للابطال، والنتيجه مرضيه يعني ومشرفه. يعني طبعاً دي نقطه طبعا تحسب ليهم، لازم نشكرهم على الهوا، لان بيبقى صحيح دايما الاهل بنقول دور كبير جدا. الحاجه الثانيه بقى، كلمنا عن الشق اللي دكتور محمد اتكلم فيه. معاذ، اولا اسمك حلو عشان تبقى عارف، معاذ اسم حلو قوي. انت لما بتروح بقى معسكرات او بتسافر بيبقى عندك بطوله برضو، ازاي بقى بتجهز نفسك انت كشخص؟ احنا في البطوله في نفسيا كمان في المعسكرات بيبقى اول حاجه بيبقى عندنا يعني في بدايه اليوم بيبقى عندنا تمرين فيتنس. التمرين دي بقى هي اللي يعني اللي بتساعدنا او بتخلينا يعني تساعد جسمنا ان احنا نقدر نبقى نكمل اليوم طبيعي. وبعد كده بنتمرن بقى اقسام، يعني في الكارتيه في اقسام اللي هو كاتا والكوميتيه. فهو بقى بنتمرن الاقسام دي ومع كل مدرب. ولو عندك مثلا امتحانات او حاجه ازاي في يعني برضو دي نقطه مهمه دكتور محمد تقول لنا، التواصل مع وزاره التربيه والتعليم. بنحاول نعمل خطابات تفرغ طبقا لقرار سياده رئيس الوزراء، ان الولاد او المجموعه المشاركه في البعثه دي طبعا مهمة بيكون جدا ليها مهمه وطنيه طبعا. فبنحاول نتواصل بصراحه الناس كلهم بلا استثناء، لان زمان كان في ازمه في القصه دي للاسف. لا بالظبط، لا دلوقتي بصراحه معالي وزير الشباب والرياضه الاستاذ دكتور اشرف صبحي عامل طفره غير عاديه في الرياضه في مصر، فهو بيساعدنا
بيساعدنا في ده، والهيئات الحكوميه اللي احنا بنروح لها بيقدر ان في ابطال، الساده المدرسين بتوعهم بيحاولوا برضو ينظموا لهم الوقت وده بنشكرهم عليه. وعندنا طلبه يعني المنتخب اعماره السنيه من 15 سنه زي معاذ لحد فوق 20 سنه، يعني عندنا جميع المراحل، فلاقوا في طلبه في جامعات وطلبه في ناس عندها شغل فبيساعدونا بصراحه. هايل، حلو جدا. في تنظيم وفي تنسيق كامل يعني. برضه خلفيه ان السيد الوزير برضه كونه ان هو شخصيا كان بطل سابق في عالم الكاراتيه استاذ، اكيد برضه الرياضه دي واخده قلبه الى حد كبير يعني. دي حقيقه، هو دعمنا بصراحه دعم كامل في خاصه في البعثه الاخيره، لان البعثه الاخيره كانت مهمه جدا، ده كاس العالم، دي اعلى فئه في البطولات، ومصر شاركت ب 27 لاعب، ال 27 جبنا 20 ميداليه. كان من ضمنهم معاذ طبعا، من ضمنهم معاذ وكان ثالث العالم، ثالث العالم والاول والثاني من مصر برضو. يعني احنا عملنا احتكار في البطوله دي، هو اسلوب البطوله كان صعب جدا فاشتغلنا عليه قبلها بسنه بناء عليه. النظام بطوله كاس العالم مختلف. طب انت معاذ يعني بعد ما بقيت ثالث العالم يعني بطل عالم ما شاء الله، ايه وضعك في الفصل في المدرسه وفي وسط زملائك؟ يعني عايش ازاي وانت بطل كده؟ مشهور جدا والله. انا اصحابي بيبقوا فخورين بيا ويبقوا مبسوطين ان انا يعني صاحبهم جايب عالم ويعني مسافر بره ومحقق بطولات كويس، ويبقى يعني يعني بقى فخور كده وسط اصحابي، هم بقوا فخورين بيا كمان. جميل، بس اكيد طبعا كانت المنافسات كانت صعبه والبطوله دي كانت صعبه، احكي لنا كده عن ذكرياتك في البطوله دي. احنا البطوله كان معانا 90 لاعب، 90 لاعب دول كانوا من كذا دوله مختلفه. والبطوله كانت صعبه ما كانتش سهله، وكنت لعبت دول طبعا كتير، كنت لعبت منها اوزبكستان والبرازيل ويعني دول كتير وارمينيا وكده. والدول دي ما كانتش سهله يعني، البطوله ما كانتش سهله خالص، ولعبت الحمد لله وربنا وفقني بثلاث عالم. طب احنا بالنسبه للاولمبياد خليني برضو اعرف من حضرتك وضعنا ايه. والله هو الكاراتيه رياضه غير اولمبيه، حتى السنه اللي فاتت دخلت استعراضيه في اليابان يعني. بس اليابان هي الرياضه الاولى في اليابان هي الكاراتيه، فتم اختيار من وتم ادراجها في ضمن اللي جاي بقى ما فيش كلام على هو لازم يكون في هي بصراحه الموضوع ده شائك شويه وموضوع كبير جدا يعني. الكاراتيه رياضه ليها تعتبر هي الرياضه الشعبيه الاولى بعد كره القدم مباشره في مصر وفي معظم دول العالم. هو محتاجين بس ان الاتحادات الدوليه الكيانات الكبيره تقعد وتتحد ويحددوا الاسس ونظام القانون والاطر عشان نقدر نشتغل، وهي الرياضه كلها سيفتي يعني. هو ده اللي مانع ان الرياضه دي بكل وضوح هو ده تحت السبب. اللجنه الدوليه حصل محاولات كثيره لضم الاتحادات وادراج الرياضه في ضمن الالعاب الاولمبيه من 1993. كان في الاجتماع رقم 101، كان في مؤسس الكاراتيه التقليدي ورئيس الاتحاد الكاراتيه الرياضي في وقتها، واتفقوا على كل شيء، ولكن ما فيش اتفاق لان هو موضوع سياسات يعني حاجه و30 سنه في محاولات وبرضه لغايه دلوقتي لم تطلع. الموضوع خاص بيبقى فيه بزنس شويه بصراحه بكل وضوح، فاحنا في الكاراتيه التقليدي بنبعد عن البزنس خالص يعني. بس المسيره هتحصل لان السكواش برضه كان غير مدرك، ودلوقتي أكيد خلال الفترة كان في قرار الفتره الحاليه في محاولات جيده، والكاراتيه لما يخش الاولمبياد ده حاجه كويسه، ادراجه ضمن الالعاب الاولمبيه لا واللي خليها كويسه بالنسبه لنا اكتر ان احنا عندنا ابطال عندنا الابطال اللي على الارض فعلا من مصر. حتى في الكاراتيه الرياضي لما شاركوا حضرتك كانوا ما شاء الله، جبنا فريال وجبنا في ناس كتير جابوا. اذا امال بقى بقيت الرياضات مصر هتحقق هتكتسح ان شاء الله. نتمنى ذلك طبعا. معاذ خليني بقى اسالك برضو طموحك في الفتره اللي جايه، يعني انت دلوقتي طبعا سنك لسه صغير، كبرت نفسك سنه بس مش مشكله. لك انا 15 سنه. المهم بس انت عندك وقت طويل جدا، وزي ما دكتور محمد وضح لنا انت ممكن تلعب لغايه سن 70 سنه واكتر كمان ان شاء الله. يعني مع الاحلام دي او مع الفرصه اللي عندك، انت نفسك تحقق ايه اولا في مجال الكاراتيه؟ ثاني حاجه على مستوى بقى العملي، انت نفسك تشتغل ولا نفسك تدرس حاجه ليها علاقه برضو بالرياضه دي؟ انا عايز في الكاراتيه لحد دلوقتي استمرها واحقق بطولات عالم اكتر. هي دي مش بطوله عالم ان انا احققها فخلاص، لا انا لسه عندي وقت واحقق بطولات اكتر. لسه في البدايه خلينا نقول طبعا. لسه في البدايه، لسه عندي وقت احقق بطولات اكتر واكتر، وابقى مدرب برضو كبير كده هو ماسك حاجه في المنتخب وكده. وفي الدراسه بقى، في الدراسه عايز اطلع ابقى مهندس كهرباء. مهندس كهرباء ومحدد. عارف وعايز ايه. كويس قوي، برافو عليك والله يا معاذ ما شاء الله عليك. طيب عندنا ابطال قد ايه زي معاذ كده؟ احنا عندنا في الحمد لله مصر كانت في بطوله العالم في سلوفينيا 2022 شارك المنتخب المصري ب 37 لاعب. مصر جابت ثاني عالم بترتيب عام ثاني بعد البرازيل، وطبعا البرازيل هي دوله قديمه وليها باع كبير في الكاراتيه التقليدي، وفوقنا الدول الاوروبيه كانت قويه جدا في الكاراتيه التقليدي. مصر جابت ثاني عالم ب 29 ميداليه ما شاء الله، وكان عندنا طبعا 29 ميداليه متنوعه، عندنا 29 بطل عالم. وكان ترتيبنا الثاني على العالم. السنه دي
في اوزبكستان من شهر، كنا يوم 10/10 كان نهايه البطوله، مصر جابت اول عالم ب 20 ميداليه. ما شاء الله. عندنا النظام البطوله كان صعب زي ما قلت لحضراتكم البدايه، مفيش مسابقات، هي بيضم جميع مسابقات الكاراتيه التقليدي، يعني اللي جاب ميداليه لعب كل حاجه في الكاراتيه التقليدي 5 ادوار. فبناء عليه تم تحديد البطل. هي القوانين دي بتتغير مع كل بطوله؟ لا، كاس العالم ده السيستم بتاعه، وبطوله العالم ليها نظام، كل بطوله ليها نظام. الهدف هو ان لاعب الكاراتيه التقليدي يكون بيمارس جميع المسابقات، بيأدي كل المسابقات. فمصر الحمد لله عندنا بدعم الكامل اللي حصل من سياده الوزير، وبصراحه ولازم نشكر مشرى البكاوي رئيس مجلس اداره الاتحاد المصري والافريقي وعضو مجلس اداره الاتحاد الدولي على المجهود الغير عادي اللي عمله هو مجلس الاداره عشان البعثه دي تطلع بنجاح، والجهاز الاداري طبعا في الاتحاد. فكان عندنا التايم تيبل بتاع الميداليات، كان عندنا بس 8 مراحل سنيه، في ال8 مراحل مصر جابت اول. ما شاء الله. كمان جبنا تاني وتالت في معظم المراحل، يعني يا سلام، ده سيطره كامله يعني. على الرغم ان البطوله كانت 645 لاعب، عمر معاز بس كان 90 ولد، البنات كانوا 70 بنت، يعني كان عدد كبير من طبعا جميع دول اسيا واوروبا، وكان موجود من امريكا الجنوبيه ناس بالدول موجوده، كانت منافسه صعبه. بس نظام البطوله احنا عشان اتمرنا عليه بدري واستعدنا معسكرات بدري، هو ده اللي ادى ان احنا نجحنا، ان يكون المربع يعني لما بنشتغل صح بننجح يعني صراحه. يعني انت اختصرتها لنا، اشتغلنا صح وخططنا كويس يعني، وده اهم حاجه يعني. الدعم اللي يكون موجود بكل وضوح. احنا رياضه شهيده اعلاميا يعني، لولا حضراتكم مش شهيده، ما كانش حد يعرفنا. ازاي يا دكتور؟ يعني اسمحي لي، انا احنا جايين اول عالم، دي حاجه مش شهيده خالص، دي واحده من بس ما حدش يعرف نقول برضه كرعايه، وبيتكلم على نقل بطولات وفعاليات. بس هي رياضه يعني لا ينطلق، يعني برضو مش هنقول عليها شهيده، يعني شهيده في نجومها حضرتك. ده اول في عندي اول عالم، انا عندي في حاجتين حصلوا في البطوله دي، ان اول العالم الاساتذه ده بيبقى حاجه كبيره جدا في الرياضه عندنا، اكيد من الاثنين من مصر، ولد وبنت، رامي عبد الفتاح حسن والاء عماد، هما جابت اول على البنات وده اول على البنين فوق 21 سنه، ودي اللي بتبقى طبعا الكل بيبص للكبار طبعا. فلما يكون الاول من مصر محدش يعرفهم يا جماعه، محدش غطاهم. لا بص هقول لحضرتك على حاجه، هي مش بس الكاراتيه، للاسف الشديد ان الرياضات الاعمال الفرديه كل ما هو غير كره القدم يعني. كره القدم والفن يعني، ممكن يبقى فيه فنان ما حققش حاجه، طلع مثلا في 3 ادوار في كوميديه خلاص معروف اكتر من بطل عالم. دي حقيقه يعني، على الرغم من المجهود اللي بيبذلوه الولاد والاسر. يعني عندنا في حد كده بيشتغل في الظل اسمه اولياء الامور، اولياء الامور بيتعبوا جدا جدا طبعا بأولادهم. هم الاساس بصراحه، طبعا هم الاساس في كل شيء، هم يعني الضلع الثالث في مربع. ايه اللي بيدي خصوصيه للاعب الكاراتيه المصري بالمقارنه بغيره؟ اللي هو عنده اصرار. اللاعب المصري مقاتل بطبيعته، رياضه الكاراتيه انشئت هو المصري مقاتل بطبيعته والله. دي حقيقه، من 7000 سنه نفسه الكاراتيه تم انشاؤه في مصر، عندنا في معبد بني مزار موجود على جدران المعابد بعض حركات الكاراتيه الواضحه. فاحنا اول حضاره الفرعونيه مارس رياضه الدفاع عن النفس عموما، اذا كان المصارعه او الكاراتيه ده بوضوح. طب مش ده من باب اولى يخلي ان احنا اللي لينا اليد العليا اكتر من اليابان مثلا؟ اليابان هي مؤسسه اللعبه، وحاليا هي مسيطره بكل وضوح على اللعبه، لان هم عندهم طبعا البرامج الاساسيه، واحنا دلوقتي بننافسهم. يعني مصر لما تكون اول عالم وفي الكاراتيه الرياضي ثاني العالم بعد اليابان، اعتقد دي حاجه كويسه جدا. وهم كمان اللايف ستايل بتاعهم غيرنا تماما يعني، هم ديديكيتد او يعني هم هناك ممكن يبقى في مدارس بيلعبوا بس رياضه، يعني هي دي القصه. اسمح لي اقول لحضرتك حاجه بسيطه، الحاجه دي ممكن تزعل ناس مني، بس هو هناك متفرغ للرياضه بالزبط. هنا بيشتغل وبيدرس وعايز يشوف حياته وما عندوش. احنا محتاجين دعم، لو احنا عندنا نفس الدعم المادي والمعنوي. انا لسه كنت اسال حضرتك على النقطه دي بصراحه، لك حضرتك اتكلمت وده طبعا لازم ندي الشكر او بنشكر دايما الناس اللي هي بتبقى مسؤوله وبتشتغل صح طبعا. بس بيبقى الامر قائم ان احنا عندنا الاتحادات المختلفه والرياضات المختلفه اغلبها عندها ازمه في البادجت طبعا. اتكلمنا في ده كتير، ومش غلط ان احنا نتكلم فيه، لان بالزبط. انا برضو كبطل لما ابقى رايح بمثل مصر في بطوله ما، او عايز معسكر خارجي وعايز برضو يبقى فيه صرف عليا، لان مش كل الابطال عندهم امكانيات ماديه، فده بالزبط. امر طبيعي يعني، لكن للاسف مش كل ده يعني. في كان ابطال، لو انت فاكر كريم، كنا بنستضيف ابطال هنا عندنا، وتحديدا كانت في رياضه البلياردو، قال لك انا كنت رايحه العب بطوله عالم وما قدرتش اطلع، لان السفريه كانت وقتها تكلف 40,000 جنيه. انا فاكره كويس التيكت بتاع طيران غالي جدا يعني. طب انا ده بطل عالم، ده رايح دلوقتي يجيب لك ميداليه باسم مصر، مضمونه، ده هو المصنف. طب انت يا معز يعني للاسف نقطه شاركت في مهمة. بطولات كتيره،
وبقالك فتره بتمارس الرياضه دي وبسم الله ما شاء الله بطل افريقيا وبطل عالم فيها، ايه المشاكل اللي انت شايفها غير الحته الماديه اللي احنا اتكلمنا فيها؟ يعني احنا ممكن اول مشكله مثلا لو انا مثلا مقصر في تمريني او في حاجه زي كده اهو، دي عندها تاثر عليا في اللعب وتاثر عليا في البطوله، دي تعتبر من اكبر المشاكل اللي ممكن تواجهني. لكن لو انا مثلا ما اجتهدتش وعملت واجتهدت كويس في تمريني، طبعا مش عارف حق ولا عارف اجيب مركز كويس. التخطيط ليهم. التخطيط بلاننج كويس. وده مين بيساعدك فيه؟ هل انت ليك برضو دور في ده ولا مثلا دكتور محمد؟ هو دكتور محمد فوزي بصراحه هو اللي بيبقى مقسم لينا الوقت ويبقى مفهمنا كل تمرين بتبقى ازاي، فهو يعتبر العامل الاساسي في حاجه زي كده. دي نقطة مهمة برضو جدا، بس دي كمان بتعلمهم على المستوى الحياة العادية الشخصية ازاي برضو يكونوا منظمين. احنا عندنا في الرياضة زي ما قلت لحضرتك هي رياضة تربوية، احنا مش بس بنمرنهم، احنا عندنا في جوانب أخرى من خلال عملية تدريبية بنوضحها لهم، ازاي يعمل تنظيم لوقته، ازاي يعمل تنظيم لحياته، ازاي يخطط لمستقبله، وده هدف من اهداف ممارسه الرياضه. في نقطه كمان، هو دايما يقول لك الشخص الناجح في حاجه معينه او في مجال معين لا يمكن مش هيبقى ناجح في الثانيه، يعني طالما هو ناجح في الرياضه اكيد هيكون ناجح في حياته. يعني عارفه حضرتك انا في الجهاز الفني المنتخب معانا خمس اساتذه زمايلي، سنسي شيف عبد النبي وسنسي اسلام عثمان سنسي محمد سمير وسنسي ايمن زكي والاستاذ محمد رفاعي الجهاز الاداري، وعلى راسنا في رئيس الجهاز الفني للفيتنس الاستاذ الدكتور ايمن يونس. المجموعه لما اشتغلنا اتفقنا ان احنا نعمل خطه كبيره، الخطه دي مش مستمره لحد هذا الحدث وتقف، لا ده مستمر للاحداث القادمه كمان. يعني احنا عندنا ان شاء الله في شهر 10 القادم بطوله العالم، هكون في البرتغال ان شاء الله. ده كمان سنه يعني. كمان سنه، احنا بدانا نخطط ليها ونبدا من دلوقتي. كويس. فبناء عليه هذا التخطيط. خططتوا لها ايه بقى؟ قررتوا عشان ايه؟ كمعسكرات ايه؟ بصراحه احنا عايزين نبدا من بدري عشان ندي فرصه لاكبر عدد ممكن من الولاد يشاركوا. هنخطط اولا هنبدا معسكرات ان شاء الله طبقا لتعليمات مجلس اداره الاتحاد من اول الشهر الجاي. خارجيه ولا داخليه؟ احنا خارجيه دي مستحيله بكل صراحه، احنا ممكن خارجيه نخرج بره القاهره يعني نبعد شويه اصلا. يعني خارجيه بالنسبه لنا بره القاهره. بس ده مهم يعني، مش ده برضو اعتقد هيفرق بشكل كبير. احنا لما مثلا عملنا معسكر في اماكن في العالم، معاقل القرارات التقليدي في العالم. طيب. هولندا، ايطاليا، رومانيا، ارمينيا مثلا. لو احنا تكلف كام؟ خلينا نتكلم بلغه الارقام. اقل معسكر هيكلف 2 مليون جنيه. ياه. اتفضل. لا خليكم هنا عندنا بقى. بالظبط، فاحنا بنقول نخرج بره القاهره اقرب. يعني ممكن نوديكم اسكندريه. اسكندريه جميله يا فندم، معلش لا. صح ولا ايه؟ بنص المبلغ. لا مش بنص بقى. وهناكلهم كبده وسجق وسمك وجمبري. كل حاجه. وهتريص لك بصراحه احنا عندنا وزاره الرياضه بامانه ما تتاخرش، يعني على قد ما بتقدر بتدعم وبتساعد، فعشان كده احنا برضو احنا لازم نقف مع بلدنا. المعسكر الخارجي لو نفس الاهداف هتحقق هنا لا هنعملها. طب هم يجوا لنا يعني؟ ما ده بالفعل يعني حاصل، ودي حاجه جديده خالص تمت من خلال رئيس الاتحاد المصري، ان منتخب ارمينيا ومنتخب بولندا طلبوا يجي يعملوا معسكرات معانا هنا في مصر. بس خلاص ده لسه الكلام ده من يومين او ثلاثه. كويس. وحصل تواصل مع السيد رئيس الاتحاد الاستاذ رامي المكاوي، واتفقنا معاهم بالفعل ان هيجيبهم هنا في مصر في مكان ما، شرم او الغردقه. كويس. وهيبقى حاجه كويسه جدا ان شاء الله. الاحتكاك اللي من النوع ده في منتهى الاهميه، وبيبقى له دايما انعكاسات طيبه جدا على كل اللعيب. انتوا هي عاملين شغل اكتر من ممتاز، بنحييكوا عليه وبنهنيكوا عليه وبنتمنى لكم المزيد من النجاحات كمان الفتره الجايه ان شاء الله. ربنا يخليك. نورتنا يا دكتور معز، انت فيك حاجه حلوه والله بجد ما شاء الله عليك. يعني لا اولا في قبول ووشك حلو وينفع، مش بس بطل رياضي، انت ممكن يعني انا حاسه انه ممكن يمثل. هو نجم، هو جميل ما شاء الله، عنده كاريزما فعلا، عنده كاريزما ما شاء الله، عندك كاريزما فعلا. نورتونا وان شاء الله لينا لقاء تاني معاك او لقاءات بقى على مدار السنين اللي جايه معاذ باذن الله. ان شاء الله يشرف. نروح فاصل مع حضراتكم ونرجع نكمل، خليكم معانا.